بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع من 8 ل 9 ونص بنكون مع بعض عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. حلقتنا زي ما تعودنا بتكون نصين، النص الأول بتبقى فيها مجموعة من الأخبار بنتناولها وتعليقنا أيضا على هذه الأخبار. في النص الثاني بيكون معانا بطل أو قصة أو كفاح في الرياضة. حقيقة النهاردة بطلتنا في آخر 10 سنين كان ليها دور كبير جدا جدا في حصول مصر والنادي الأهلي على بطولات كثيرة في الكرة الطائرة سيدات. نجمتنا النهاردة وبطلتنا اللي هتكون معانا نهلة سامح، كابتن فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي وأيضا كابتن منتخب مصر. الحقيقة اللي عايز يشوف نموذج للفن زي ما بيقولوا والموهبة والخلق الحقيقة يتفرج النهاردة على نهلة سامح. نهلة سامح الحقيقة من اللاعبات اللي أنا بحب أتفرج عليها في الملعب، وأنتوا النهاردة هتشوفوا حتى في حوارنا معاها قد إيه هي بتحب النادي الأهلي وقد إيه هي على خلق وقد إيه هي فنياتها عالية جدا. النهاردة حلقة نهلة سامح من الحلقات إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. خليني أقول لحضراتكم الأخبار. يمكن هنبتدي النهاردة زي ما تعودنا كرة اليد. زي ما أنتوا عارفين كأس العالم هيتلعب إن شاء الله في يناير وفي ميعاده، وأكدنا والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي أكد إن بطولة العالم في ميعادها هتكون في مصر والفرقة كلها بشكل كبير هتشارك. فإحنا متابعين إن شاء يعني لعبتنا المحترفين بره. أسامة الجزيري اللاعب التونسي والمحترف بصفوف النادي الأهلي تم استدعائه على رأس قائمة منتخب تونس استعدادا لبطولة العالم. طبعا أنتوا عارفين إن منتخب تونس طبعا ليه قيادة فنية جديدة، سامي السعيدي تولى المسؤولية دي صورة طبعا أسامة الجزيري لاعب النادي الأهلي. وخليني اقول لكم حاجه كمان يعني لطيفه جدا. اسامه الجزيري لاعب نادي الاهلي الحالي، هو طبعا على قائمه او على راس قائمه المنتخب. كمان اسكندر زايد ويوسف معرف اللاعبين اللي كانوا مع الاهلي السنه اللي فاتت ايضا في المنتخب، يعني النادي الاهلي ضم في سنتين 3 لعيبه من منتخب تونس. وزي ما قلنا لحضراتكم تونس هيكون معاها قطر، اسبانيا، الارجنتين في مجموعتها. دي قائمه طبعا منتخب تونس معانا، وأسامة الجزيرة اسمه موجود اهو في الاول، اسم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في النص. وطبعا زي ما قلنا اسكندر زايد ويوسف معرف موجودين ايضا في قائمه منتخب تونس. وزي ما حضراتكم عارفين ان ايضا منتخب تونس يعني بيستعد بقوه. المشكله ان الفرق بتدور والاتحادات بتجاهد عشان تلاقي بطوله او ماتش ودي للمنتخبات، فبيلجأوا لمعسكرات داخلية استعداد مباريات بينهم من بعض. بس الحقيقة منتخب تونس بيضم مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة. أنا بس كنت بقول بنتابع ده ليه، لأن احنا عندنا 3 لعيبة من منتخب تونس كانوا في النادي الأهلي من السنة دي والسنة اللي فاتت، وده بيدل إن النادي الأهلي بقى بيتجه وغير سياسته زي ما قلنا في صفقاته، إنه صفقاته بقت لعيبة من الطراز الأول أو ليفل 1 عشان يضمن إن هم يعملوا الفارق مع فرقه. الحقيقة ده كان خبر شايفين إنه يعني يهمنا، ونتمنى التوفيق أكيد لمنتخب تونس الشقيق. خلينا نروح لكرة اليد سيدات بقيادة الكابتن يحيى يوسف، بيستعدوا بقوة لأصحاب الجياد وسموحة. انتوا عارفين طبعا انه النادي الأهلي فاز بكل مبارياته، دي طبعا كابتن يحيى يوسف اللي بيتكلم مع اللاعبات ده في الجيم في النادي الأهلي، فاز بكل مبارياته وبيلعب ماتش مؤجل مع أصحاب الجياد في الجولة الـ 12، وأما ماتش سموحة هيكون في دور الـ 16 وقبل نهاية الدور الأول بماتش واحد. احنا الحقيقة عملنا طبعا تقرير او رحنا صورنا كامة الابطال تقرير مع الفريق، شفنا بقى كتير ما سمعناش عنهم اخبارهم يعني او ما قربناش منهم. كامة الابطال راحت عملت تقرير مع الفريق، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. الحمد لله طبعا الفريق ماشي بخطوات ثابته لغايه دلوقتي الحمد لله. لعبنا 13 مباراه الحمد لله، فزنا في 13 مباراه. عندنا لسه طبعا مباريات، لسه 3 مباريات على نهايه الدور الاول. عندنا ان شاء الله الجمعه الجايه اصحاب الجياد ماتش مؤجل من اسبوعين عشان كان الدنيا في اسكندريه مطر وكده، وعندنا السبت ان شاء الله فريق السموحه فريق كويس، وبعد كده ان شاء الله الجمعه السبت اللي بعديه نهايه الدور الاول مع فريق الشمس. طبعا فريق الشمس فريق محترم الحمد لله. انا شايف ان الفرقه ماشيه بخطوط كويسه جدا في الدوري، ونتائجهم كمان تدل، وطريقه حتى الدفاع والهجوم كلها ان شاء الله الحمد لله ان هو اتطور. وفي كمان الفتره الجايه كمان هنشتغل على كده، كمان فتره الراحه اللي بعد الدور الاول
3 اسابيع فنشتغل عليها. والله هو في اصابات طبعا في الفريق، طبعا في اصابات عندي خفيفه اللي هي يقدر في لعيبه بتلعب بيها، وعندي اصابات لسه، عندي يرش حياتي لسه راجع من تاهيل، بتيجي معايا يومين في الاسبوع بس التاهيل يعني وكده، بحيث ان لسه راجع من عمليه بقالها 3 شهور. عندي شهدي الشواربي طبعا سترفيلود عندها برضو كدمة كبيرة في مشط القدم، عندي ليلى شريف طبعا سترفيلود برضو كويسة ومميزة عندها مشكلة في الركبة، ان شاء الله هم دولت في مرحلة التأهيل، في خلال ان شاء الله اسبوعين ثلاثة ان شاء الله يبقوا جوه الفريق في المشروعات ان شاء الله. طبعا جميل الاهلي ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا اصلا وبالنسبة للنادي الاهلي كله، ومن غيره طبعا بيبقى الدنيا صعبة جدا. احنا متعودين ان احنا كمان الصلاة وان الصلاة تكون مليانة، بس طبعا موضوع فيروس كورونا ده هو اللي مأثر على عدم حضورهم. طبعا اقول لهم ان شاء الله لازم تبقوا ورانا دايما وفي ظهرنا دايما، ان انتوا الرقم بالنسبه لنا رقم لاعب رقم 8 في الملعب، احنا 7 في الملعب، هو رقم 8 بتشجيعكم والحافز اللي بتدوه لنا ان شاء الله. احنا ماشيين بشكل كويس في الدوري، احنا اول دوري ان شاء الله عايزين ناخد الدوري السنه دي بدوري بلا هزيمه، بس عادين بشكل كويس. عندنا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، وبعد كده مباراه مهمه يوم السبت مع سموحه، والسبت اللي بعده مباراه مع نادي الشمس ان شاء الله. عايزين نختم الدور الاولاني نكون متصدرين الدوري ان شاء الله، فاستعدادنا ليها كلنا هنذاكر كويس للماتشين هناك في اسكندريه وكده، ونقدر نلعب جيم كويس ونقدر نكسب ناخد 6 بونت بتوعنا ان شاء الله، ونقدر نحافظ على الصداره بتاعتنا. او طبعا الكابتن على طول بيتكلم معانا كل ماتش بماتش، واللي احنا ايه طريقه اللعب اللي احنا نقدر نلعب بيها مع الفريق المنافس لينا وكده. نستعد ماتش اصحاب الجياد، ماتش كويس، ماتش مش قوي قوي، بس نقدر ننفذ بيه الشغل اللي احنا هنشتغل عليه في ماتش سموحه وكده. نقدر لازم نفاجئ الفريق المنافس بتاعنا احنا نقدر نستعد ليه ازاي يعني كده. طبعا الروح والحماس بتاع الفرقه، واللي احنا نكون هدفنا طبعا اللي احنا لازم نكسب، هدفنا اول حاجه اللي احنا المكسب لينا، عشان جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره والجهاز الفني تعب معانا وكده، فان شاء الله نقدر نفرح الناس دي كلها، واللعيبه مركزه بشكل كويس جدا في التمارين وبتقدر تأدي بشكل كويس. لا استعدينا كويس يعني، حتى كلنا دلوقتي كان لو كان في حد عنده وزن زياده ولا حاجه تلاقيه دلوقتي كله رجع بشكل كويس في التمارين بتاعته بشكل كويس. نستعد طبعا بالكابتن التمارين تراك والجيم والكده والملعب، فقدرنا نرجع بشكل كويس يعني تمرين كورونا. الحقيقة خلينا أكد على نقطة مهمة يمكن نصر قالتها في التقرير، الجمعة والسبت أصحاب الجياد وسموحة ماتشين ورا بعض هيكونوا أداء كويس جدا. ليه؟ السبت اللي وراه الشمس، إحنا متصدرين الدوري، شمس يجي في المركز الثاني، لو كسبنا إن شاء الله مباراة الشمس هنعزز صدارتنا للدوري، وكده يبقى بشكل كبير جدا الدوري تم حسمه ان شاء الله، ودي تبقى اول بطوله لفريق السيدات اللي قدر بشكل كبير يرجعها ويحتل الصداره من تاني. يمكن هو ده النادي الاهلي ممكن يبعد سنه ويرجع تاني، او هو ده النادي البطل ممكن لظرف في تغيير اجيال اصابات يغيب عنه المركز الاول سنه، ولكن سرعان ما بيرجع تاني للمركز الاول. كل التوفيق طبعا لفريق كره اليد للسيدات. هنروح لكره السله رجال بقياده الكابتن اشرف توفيق، يمكن عملوا ماتشين وديين واللعيبة في المنتخب، عملوا ماتشين مع الطيران والزهور، ولكن عملوا ماتش ثالث مع القناة لما رجعوا اللعيبة الدوليين، قدر النادي الأهلي يفوز 116-60 في هذه المباراة. كابتن أشرف توفيق بيستعد بالمباريات دي طبعا لدور الثمانية من بطولة المرتبط اللي هتبقى قدام نادي الزمالك يوم 17-12 و19-12 الجاري. ماتشين مهمين، يمكن نادي الزمالك غير جهاز فني، جاب مدير فني جديد، يعني لسه في امور يعني الماتش اقصد اقول ان هو يعني جاي ومع ظروف كورونا، فالدنيا مع ظروف المنتخب لعيبه كتير كانت هناك، فالدنيا مش متظبطه. بس هو الماتش الاول ان شاء الله يوم 17 يوم 19 اول مباريتين وبعد توقف كبير، فطبعا الكوتش اشرف بيحاول بشكل كبير خلال الفتره دي، واحنا الحقيقه سالناه خلال الفتره دي انه يزود الانسجام ما بين اللعيبه. زي ما قلنا لحضراتكم 6 صفقات جداد او 5 صفقات جديده يعني لسه ما دخلوش جوه الفرقه. خليني اقول لكم حاجه مهمه، الكوتش اشرف توفيق دايما بيقولها وبيعيدها، انه الباسكت دايما لعبه صعبه، انتوا 14 لعيب القايمه، خليني اقول لكم القايمه بتاعت فريق الباسكت 14 لعيب مش زي الكوره،
ولا زي اليد. ف14 لعيب لما تغير منهم خمسه بيبقى نسبه كبيره جدا ممكن توصل كده ل 40% من او من قوام الفرقه تم تغييره. فهو بيدور على الانسجام، وكان الماتشين اللي فاتوا من منطلق ده او في الاطار ده، والماتش الثالث في نفس الاطار، انه عايز يوصل بالانسجام مع الفرقه لاعلى درجات قبل مباراه الزمالك. يمكن الزمالك ما جابش لعيبه كتير السنه دي، ما حصلش صفقات جديده، فهم نفس اللعيبه اللي موجوده من السنه اللي فاتت. انما النادي الاهلي كان فيه استقرار شويه، يمكن النجوم موجودين، المحترف هو هو، مع انضمام لعيبه كبار حصل طفره كبيره في الفرقه، محتاجين انسجام، وده الكلام اللي اكده كوتش اشرف توفيق في حوارنا معاه. نفس الكلام وجهنا الكلام لأليكس يانج المحترف الامريكي بصفوف الفريق. أليكس يانج الحقيقه قال ان الفريق ماشي بشكل كويس جدا، واننا قريبين من تحقيق البطولات في الموسم ده، واللي هيكون اولها باذن الله بطوله الدوري المرتبط. أليكس اكد اننا كنا قريبين قوي من تتويج باكتر من بطوله في السنه اللي فاتت، ولكن غياب التوفيق منعنا من الفوز بيهم، وقال ان الفريق دلوقتي فيه اكتر من عنصر مميز، واللعيبه كلها طموحها هو الفوز بكل البطولات. ووعد يانج جماهير الاهلي انه هيبذل كل جهد ويقدم احسن اللي عنده طبعا عشان نحصل على البطولات القادمه، وانه فخور جدا بارتداء قميص النادي الاهلي. والحقيقه الحوار اللي كنا عملناه معاه كمان قبل الدوري، قبل بطوله الكاس السنه اللي فاتت، اكد نفس الكلام، وانه فخور جدا بارتداء النادي الاهلي. وخليني اقول لكم ان أليكس يانج من احسن اللعيبه الاجانب اللي جم مصر، يعني انا بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي، ان هو من احسن اللاعبين كارقاما واحصائيات وسي في كمان، الحقيقه من احسن اللعيبه المحترفه. فريق السله ينقصه حاجه واحده، ينقصه التوفيق ان شاء الله من رب العالمين، ان احنا نقدر نحصد البطولات. فرقه كويسه جدا كانت السنه اللي فاتت، ما بالك بعد التدعيمات دي بقينا افضل وافضل وافضل. وكوتش اشرف الحقيقه يعني باذل مجهود كبير جدا، يمكن بيتمرنوا ساعات طويله، لا ينقصنا غير التوفيق، وان شاء الله احنا دعواتنا معاهم ان شاء الله يكون التوفيق حليفهم ولا كل مجتهد نصيب. خلينا نروح لكره السله سيدات بقياده الكابتن علي هاشم، يستعدوا لنادي الجزيره في ربع النهائي دوري المرتبط. مش عارف نادي الجزيره الحقيقه الوضع ايه، يعني نادي الجزيره يعني لعبناه في نهائي بطوله القاهره، وايضا بنلعبه في دور الثمانيه في دوري المرتبط. الماتشين هيكونوا يوم الاثنين والخميس بيست اوف 3، لو كسبنا الماتشين ما نروحش الماتش ثالث، لا قدر الله تعادلنا او حصل ان احنا تعادلنا ماتش وماتش بنروح لماتش ثالث، وهنلاعب الجزيره كمان في دور ال 16. الحقيقه واضح ان الجزيره عاملين وفي كاس مصر، دور ال 16 في كاس مصر. فالحقيقه مش عارف نادي الجزيره عامل معانا اتفاق يعني ان احنا نطلع مع بعض في القرعه، ولكن طبعا نادي الجزيره جيراننا، انتوا عارفين النادي الاهلي جنب نادي الجزيره. نادي الجزيره فريق صعب، فريق قوي، شفنا حتى في بطوله القاهره النادي الاهلي كان في الشوط الاول والثاني ما كانش عارف يفرق، ما كانش عارف يعني يتسيد المباراه، خصم عنيد. واكيد كابتن علي هاشم يعني واخد احتياطاته، متكلم مع اللعيبه، شرح لهم يمكن الاصابات مأثره، ولكن وفره اللعيبه الحمد لله مخليه الفريق ستيبل، ما عندوش اي مشكله في موضوع الاصابات. وعملنا تقرير حقيقه مع الفرقه، لان احنا بقالنا فتره ما تابعناهمش، ورحنا كاميرا الابطال راحت عملت تقرير مع الفرقه، شو بنشوف اخبارهم ايه مع المدير الفني واللاعبين والمدرب العام. خلينا نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. استعدادنا ان احنا ان شاء الله عندنا دور الثمانية هنلعب نادي الجزيرة، بنتمرن فترتين صباحا ومساء، ان احنا كمان عندنا في بنات موجودين في المنتخب، فبنحاول على قد ما نقدر نعمل توليفة بين البنات اللي مش في المنتخب مع اللي في المنتخب عشان نستعد استعداد قوي لمباراة الجزيرة، مباراة مهمة جدا. هما كان المفروض اخر معسكر خميس الجمعة اللي فاتوا، ان شاء الله من النهاردة كل البنات هتكونوا موجودين ان شاء الله، مع المصابين وكله ان شاء الله يكونوا سلام ويكونوا جاهزين للمباراه بتاعت يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. كابتن علي وكده عمل اول عمل معانا ميتنج بعد قبل التوقف وكده، وان احنا الفتره دي هتبقى اعداد كاننا في بدايه السيزون وكده علشان البطولات اللي جايه، لان كمان هم كلهم هيتلعبوا ورا بعض، مش هيبقى فيه راحه بعد كده تاني. طبعا بيبقى بقى الجيم والتمرين وفي برنامج، فاحنا عارفين احنا جايين نعمل ايه وهنعمل ايه بكره كده، يعني كل واحد يعني لحد ما عرف دوره هو المفروض ان هو هينزل يعمل ايه. كابتن علي طبعا لما بيحس ان هو مثلا عايز يدعم حد نفسيا او كده بيجي ويقعد معاه ويشوفه، مثلا ممكن الناس الكبيره في الفرقه يقول لهم يتكلموا مع الناس، شوف هم عايزين ايه، حاسين بايه، حاسين هم الماتشات اللي جايه هيبقى مستواها ايه، او هم ممكن يقدموا ايه وكده. ماتش سيمي فاينل احنا الاول واخدينه خطوه بعدين خطوه، عندنا ماتش الاول الجزيره هيبقى كوارتر فاينل، طبعا الاهم اللي احنا نركز في الماتش ده دلوقتي، ولا احنا نقدر نحقق الفوز وبعدين ان شاء الله ربنا يكرمنا في السيمي فاينل.
الاستعدادات دلوقتي يعني قوية جدا، تركيز كتير قوي، بنتمرن صبح بعد الظهر في أيام معينة، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز. إحنا بنحاول ناخد كل ماتش هو أكنه ماتش فاينل، طبعا النادي الأهلي معودنا على كده، فإحنا نفسيا إحنا متعودين إن إحنا الماتش الجاي ماتش أجمل ماتش عندنا لازم نكسبه عشان نوصل للماتش اللي بعديه، فهو كنفسي إحنا واخدينه كأنه ماتش فاينل ده. حاجة حلوة جدا وأنا مبسوطة جدا إن أنا اتصعدت فيرست تيم وبكتسب خبرات، وحاجة حلوة إن أنا ألعب في النادي الأهلي طبعا فيرست تيم درجة أولى وبكتسب خبرات من اللعيبة الكبار الأكبر مني. وأحب أشكر كابتن علي هاشم إنه إداني الفرصة دي إن أنا أتمرن مع الفيرست تيم وأحتك بيهم. بيشجعونا أول حاجة وبيحمسونا وبيقفوا جنبنا لو إحنا بنغلط، بيصلحوا لنا عشان إحنا أصغر وهم خبرتهم أكبر في الملعب، فلو غلطنا أو أي حاجة بيشجعونا طبعا واقفين جنبنا. الحقيقه جميل في التقرير ده احنا اطمننا على الاصابات بشكل كبير طبعا باستثناء نور علي طلعت اللي طبعا حادث سياره كان يعني اصابه قويه عامله عمليه ومحتاجه وقت كتير، ولكن اطمننا على نادين السلعاوي مجموعه من الاصابات الحمد لله جاهزه للمشاركه، لان طبعا اكيد مهما كان الاصابات بتضعف من الفريق، ولكن زي ما قلت لكم وفره اللعيبه بتبقى او اللاعبات بتبقى يعني حل هذه الاصابات. هنروح لكره السله او ناشئات كره السله، يمكن زي ما تابعتوا بطوله افريقيا اللي موجوده طبعا ثلاثي انسات سله الاهلي يقودنا منتخب مصر وصول الى المونديال. طبعا منتخبنا او ناشئات لكره تحت 18 سنه يعني الحقيقه بقياده الكابتن شريف عزمي تاهلوا لكاس العالم، وبالمناسبه كسبوا مالي من لحظات 68-63 واستطاعوا يفوزوا ببطولة أفريقيا وتأهلوا لكأس عالم، وكان يكفيهم المركز الثاني ولكن حصلوا على البطولة. الغريب يا جماعة اللي عايز أقوله لكم حاجة غريبة قوي، إنه الناس كلها كانت متوقعة إن الناشئين هم اللي ياخدوا البطولة ويتأهلوا كأس عالم والناشئات لا. يمكن طبعا قلة الفرق اللي جت، يمكن الناشئات كانت ثلاث فرق بس، مصر ومالي والسنغال ده في الناشئات، في الناشئين كان أربع فرق مصر ومالي والسنغال وزاد عليهم غينيا. والغريب إن الناشئين مدرب غينيا كان مدير فني منتخب مصر السابق اللي هو زيلكو، يعني اللي هو المدير الفني الصربي اللي ماسك منتخب غينيا للناشئين هو كان مدير فني منتخب مصر سنة 2007 ده أو 2009 كان منتخب مصر الكبير، فإذا غينيا كانت مستعدة كويس جدا. الناشئات تأهلوا، مش تأهلوا بس ده خدوا بطولة أفريقيا على غير المتوقع في الوقت اللي الناشئين الحقيقة لم يوفقوا وخسروا قبل النهائي بشكل غريب جدا من مالي وطلعوا بره البطوله وطلعوا ايضا بره منافسه البطوله وايضا ما تاهلوش لكاس العالم. سبحان الله دايما حسابات بتبقى حاجه قبل البطوله ولكن المجتهد بيبقى او اللي بيبقى ليه نصيب. طبعا كل التحيه لكابتن شريف عزمي وكل التحيه لكابتن مصطفى هدود ايضا المدرب العام لفريق الناشئات، لان كابتن شريف عزمي اصيب بكورونا وبيتعالج وفي العزل المنزلي، ولكن كابتن مصطفى تولى المهمه واستطاع بشكل كبير ان هو يفوز بالبطوله ويؤدي اداء جيد. نقول لهم الف مليون مبروك وهارد لك لفريق الناشئين. الحقيقه دي يعني جزء من اخبارنا ولكن لسه مجموعه كبيره من اخبارنا خلينا نكملها مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم متابعتنا الاخباريه لكل ابطالنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لكره الطائره سيدات، كابتن حمدي الصافي كان لقاء معانا و صرح انه طبعا ماشي كويس قوي او الفرقه ماشيه كويس قوي في البرنامج بتاعه التدريب اللي حطه استعدادا للموسم الجديد، وقال ان فرقته كمان لعبت كام ماتش ودي استعدادا لاستئناف الدوري، واكد انه بيشكر جماهير النادي الاهلي على مساندتها المستمره للفريق وانه بيوعدهم ان شاء الله بالاستمرار في المحافظه على البطولات. والحقيقه خلينا اقول انه الدوري هينطلق قريبا لانه انتخابات اتحاد الطايره اتاجلت، وبالشكل ده هيكون طبعا اكيد الدوري هيرجع بسرعه، يعني ما فيش داعي لتاجيل الدوري، ما فيش اتحاد جديد، ولكن انا اتوقع يعني اسبوع او اثنين وهلاقي دوري الرجال والسيدات استؤنف سريع. الحقيقه كاميرا الابطال كانت صورت تقييم مع كابتن حمدي الصافي لان كنا محتاجين نعرف اخبار الفرق ايه. نشوف التقييم ده لحضراتكم تاني. طبعا انا برحب بقناه النادي الاهلي، الحمد لله احنا استعداداتنا الفتره ديت مستمره واستعدادات قويه جدا طبعا بدايه الموسم الجديد بدايه الدوري والكاس بتاعنا بتاع
بعد كورونا. طبعا احنا انهينا المسابقات القديمه والحمد لله وربنا وفقنا وفزنا بيها. طبعا الاعداد كان ساعتها كان متسرع جدا لان الفتره كانت قليله جدا، كان شهر تقريبا ولازم نلعب نهائيات الدوري والكاس، والحمد لله فزنا بيه. يعني الفتره دي اديناهم فتره راحه بسيطه، كملنا استعداداتنا وكنا مركزين جدا على الجزء البدني عشان عمليه الاصابات. اللعيبه طبعا كانت راجعه من اجازه طويله، والحمد لله قدرنا الفتره اللي فاتت دول شهرين ونص ثلاثه اللي فاتوا قدرنا نرجع اللعيبه بتاعتنا وعدينا المرحله الحمد لله من غير اصابات. وتقريبا خلاص احنا في المرحله النهائيه دلوقتي، شغالين شغل ملعب وشغالين استعداد للدوري، وعندنا مباراه وديه ان شاء الله خلال الاسبوعين دول، لان بعد اسبوعين تقريبا الدوري ان شاء الله هيبتدي الدوري جديد. والله احنا عندنا الحمد لله بنسبه 90% الفرقه موجوده، ما عندناش غير ايه الشامي كانت عامله عمليه ازاله الشريحه وابتدى التاهيل بتاعها، وعندنا نادى وليد الحمد لله رجعت للتدريبات الفريق، وتقريبا يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى كله موجود وجاهزين للمباريات باذن الله. والله احنا مستنيين المفروض خلال الاسبوع ده ينزل جدول الدوري بتاعنا الموسم الجديد، ومستعدين لان عارفين ان المنافسه ان شاء الله الموسم ده هتبقى قويه جدا. نادي سبورتنج، نادي الزمالك، نادي السيد، كلها انديه كويسه وابتدت تستعين بمحترفين جداد، وباذن الله يبقى موسم موفق لينا باذن الله. طبعا احنا جمهور الاهلي طبعا بنشكره على دعمه لكل فرق النادي خلال الفتره الاخيره واحراز البطولات، وبنقول لهم وبنقول لاداره النادي الاهلي طبعا مبروك على الانجازات الكتيره اللي في الفتره اللي فاتت في جميع الالعاب، خاصه طبعا النهايه بكره القدم واحرازهم الثلاثيه كانت حاجه مميزه جدا للنادي الاهلي، وبتثبت دايما النادي الاهلي كبير باولاده وجماهيره وادارته ومبادئه اللي ما بتنزلش عليها ابدا، والحمد لله يعني اثبتنا ان النادي الاهلي كبير الحمد لله. ده كان لقائنا مع كابتن حمدي الصافي، وزي ما شفتوا الحمد لله اطمننا على الفرقه، الاصابات الدنيا جميله، واكيد نهله سامح كابتن نهله سامح كابتن الفريق يكون معانا في النص التالي من حلقتنا ونعرف منها مزيد من الاخبار ومزيد من التركيز على الفريق ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا في الكره الطائره للسيدات هنروح للسكواش. زي ما حضراتكم عارفين بطوله بلاك بول بتتلعب دلوقتي على الارض المصريه، كان من شهر او اتنين كان في بطوله ايضا الاهرام الدوليه. الحقيقه مصطفى عسل وقع في قرعه قويه في البطوله، انتوا عارفين طبعا البطوله هتتلعب بتتلعب طبعا دلوقتي سيدات والرجال هيلعبوا من يوم 13 ل 18، دي طبعا صور مصطفى عسل. الحقيقه مصطفى وقع طبعا في اول ماتشاته مع القطري عبد الله التميمي، وغالبا هيلعب مع النيوزيلندي بول كول في الدور اللي بعد كده، وده هيبقى ماتش جامد جدا. انتوا عارفين ان الماتش ده تكرر في بطوله الاهرام ومصطفى عسل كسبه بعد 3-2 ماتش كان بطوله ماراثونيه او ماتش ماراثوني، وشفنا طبعا مصطفى كان معانا وجبنا لقطات من المباراه وقد ايه هو كان متحمس وكان يعني الحقيقه قلب ماتش كوره، فبرضه شكله هيعيد الكره تاني. للاسف كان المفروض ياسر بعادل هتشارك، ولكن انتوا عارفين طبعا احنا قلنا لحضراتكم ان هي مصابه اصيبت بفيروس كورونا في الحقيقه ما اشتركتش في البطوله، ولكن مصطفى عسل ان شاء الله يكون خير ممثل للنادي الاهلي ومصر كلها. وكده تكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي بشكل كبير، حاولنا نطمنكم على اللعيبه الفرق كل الاخبار المهمه اللي داخل جدران النادي الاهلي حطيناكم في الصوره. هنروح طبعا لاخبارنا المحليه، برضه هنبتدي بكره اليد. كابتن علاء السيد رئيس لجنه المنتخبات اتحاد اليد قال الحقيقه وكان ليه تصريح ان اعداد منتخبنا للمونديال مش كافي بسبب كورونا، وده وضع طبيعي، وانا قلت لكم في اول حلقه حتى منتخب تونس بيعاني من ذلك، كل منتخبات اوروبا بتعاني ان ما فيش اعداد ولا مباريات، وكان مخطط لهذا المنتخب انه يخوض 20 مباراه وديه قبل كاس العالم او بطوله العالم. طبعا هو ما لعبش ولا ماتش او ماتشات قليله جدا، فالحقيقه وضع طبيعي ان يطلع تصريح من كابتن علاء السيد زي كده، لان كل العالم بيقول كده، حتى اوروبا نفسها مش عارفه تعمل اعداد كويس. والحقيقه انا شايف ان ده سلاح ذو حدين، ممكن ربنا يوفقك بشكل كبير جدا وتعمل انجاز ما حصلش. انا بقول لكم ساعات بيحصل، احنا في اوقات كتيره جدا ما كناش نبقى متمرنين ولا مستعدين ولا اي حاجه، ونروح بطوله نلاقي نفسنا كسرنا الدنيا وخدناها، بيبقى الموضوع ده سلاح ذو حدين. وبنفكركم تاني مجموعتنا تشيلي والسويد والتشيك، واول ماتش لينا هيكون مع تشيلي في الصاله رقم 1 باستاد القاهره، وكل التوفيق طبعا لاتحاد كره اليد ومنتخب مصر كره اليد وقدها وقدود يا رجاله ان شاء الله. هنروح لكره السله، كابتن علاء زهران او المستشار علاء زهران عضو مجلس اداره صرح تصريح ان مصر بتنتظر موافقه الاتحاد الدولي على تنظيم كاس العالم ناشئي السله. انتوا عارفين طبعا كنا لكم خبر من فتره ان اتحاد كره السله بيقدم طلب لتنظيم كاس العالم،
تحت 19 سنه، وكان نجح الاتحاد في تنظيم البطوله مثلها كانت تحت 17 في مصر كانت 2017، وكان طبعا حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الحقيقه من اولى البطولات العالميه الكبيره اللي حصل لارض مصر. فكابتن علاء الزهران قال ان احنا منتظرين، وعضو طبعا مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، وقال انه منتظرين موافقه طبعا الاتحاد الدولي. لو وافق ليه بيحصل ايه؟ هو فرق كتير بتقدم، سوري انا اسف، دول كتير بتقدم، وبعد كده بيحصل كومبيتيشن ما بينهم من بعض او منافسه بينهم بعض على اختيار احسن ملف، وانت كل دوله بتقول تقدر تقدم ايه للفرق بالحاله دي او بتجهيزاتك. واحنا الحمد لله عندنا بنيه تحتيه رياضيه دلوقتي من اقوى ما يكون، وبعد افتتاح ان شاء الله القريه الاولمبيه اللي هتبقى في العاصمه الاداريه، انا اقول لكم ان شاء الله ان احنا ننظم بطولات اولمبيه عالميه. بعد افتتاح القريه الاولمبيه دي عندنا بنيه تحتيه قويه جدا 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 تستطيع استضافه اكبر البطولات العالميه. هنروح للتنس. محمد صفوت، احنا طبعا عندنا ميار الشريف ومحمد صفوت، هما الاثنين اللي بيمثلوا مصر او احسن تصنيف عالمي مصري. محمد صفوت تقدم ثلاث مراكز في التصنيف العالمي ليوصل للمركز 154. الحقيقه ده محمد صفوت كان اخر حاجه وصل لدور الثمانيه في دوله التحدي واللي اتلعبت في البرازيل. البطوله دي خليته يتقدم ثلاث مراكز. عايز اقول لكم ان التقدم مركز واحد في الرجال بيبقى بشق الانفس بالذات في التنس. لازم تحافظ على مستواك وبطولات كتير وفلوس وسفر. محمد صفوت ماشي كويس، يا رب يا محمد نشوفك قريب في التوب 100 في لعيبة التنس العالميين إن شاء الله، لأن مصر تستحق ذلك وأنت كمان تستحق هذا. هنروح للسكواش، نرجع تاني للسكواش تاني، ولكن على المستوى المحلي نور الطيب اللي هي طبعا نجمة العالم ومصر وترتيبها تصنيفها الثالث، وزوجة علي فرج لاعب منتخبنا ونجم وادي دجلة، الحقيقة قررت الاعتزال مؤقتا طبعا استعدادا لاستقبال أول طفل في حياتها. طبعا بنقول لها ربنا طبعا يقومك بالسلامة وننتظر عودتك، انت قدها وقدود، عندك عزيمه كبيره. وهي الحقيقه عايزه تكرر تجربه سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز لاعبه التنس الارضي الامريكيه السمراء، الحقيقه سيرينا خلفت وبنتها ما شاء الله كبيره معاها كده وبتحضر الماتشات، ورجعت تاني لصداره التصنيف العالمي. الحقيقه نور الطيب تقدر، وده موضوع يعني يرجع للاراده، اراده اللاعبه نفسها ان شاء الله انها تعود لمقدمه التصنيف المصري والعالمي من جديد. ربنا يقومك بالسلامه يا نور، وتقدري ترجعي لنا بالسلامه ان شاء الله، وتحسني مركزك احسن واحسن. هنروح لبسنت حميده لاعبه طبعا العاب القوى المصريه، لحقت انجاز كبير وفازت طبعا، احتلت المركز الاول في قائمه احسن خمس لاعبات في افريقيا في مسابقه 200 متر عدو، بعد ما كانت حققت رقم 22.91 ثانيه 91% الثانيه. وكمان بسنت حققت المركز الثالث في سباق 100 متر عدو بزمن 11 ثانيه و23 من جزء من الثانيه، وده بعد ما الاتحاد الافريقي اعلن قائمه افضل اللاعبات في الموسم الرياضي 2020. بسنت كانت فازت شهر 9 اللي فات بذهبيه ملتقى كلادينو في التشيك، وهي بتستعد دلوقتي بقوه لبطوله الجمهوريه. وعايز اقول لكم ان بنسبه ان شاء الله ربنا يحميها من الاصابه بسنت 99.999%. بسنت ان شاء الله هتتاهل اولمبياد طوكيو اللي هتقام السنه الجايه. بسنت ارقامها جيده جدا، ولكن هي في انتظار البطولات المؤهله لاولمبياد طوكيو، ولكن بسنت ماشيه بشكل جيد جدا جدا جدا. كده تكون اخبارنا المحليه انتهت، هنروح لاخبارنا العالميه. مايك شوماخر ابن الاسطوره مايكل شوماخر بطل العالم 7 مرات، قدر يفوز بلقب فورمولا 2 واللي اتلعبت في البحرين. خلي بالكم مايك شوماخر ابن الاسطوله مايكل شوماخر ابن الوز عوام. الحقيقه عايز اقول لكم انه طبعا بالبطوله دي يقدر مايك يشارك في فورمولا 1 السنه الجايه، واللي هيقدر بيها يكمل مسيره والده. طبعا 7 بطولات عالم، والحقيقه انا بعتز جدا بالجينات، يعني الابطال اللي بيكون فيهم جينات من ابهاتهم دي، لان بتبقى حاجه لطيفه جدا جدا جدا. Thank you.
انا عايز اقول لكم ان ميك شوماخر او ميك شوماخر 21 سنه، والفرق بين فورمولا 2 وفورمولا 1 بيبقى الفرق في العربيه، امكانيات العربيه مش فرق كبير، الحلبه نفسها اللي بيتسابقوا فيها، فالموضوع قريب من بعضه. اتمنى اشوفه ان شاء الله وهنتابعه في فورمولا 1 السنه الجايه ان شاء الله، كده هيكسر الدنيا زي بابا مايكل شوماخر. خلينا نروح لطبعا رالي مونزا الايطالي، كنا تابعناه السنه الحلقه اللي فاتت وشفنا طبعا اقتراب اوجيه الفرنسي بالحصول طبعا على المركز الاول في رالي مونزا، وبالفعل اوجيه حصل على المركز الاول، وكده اوجيه حقق لقبه السابع في اخر 8 سنين، حقيقه انجاز كبير جدا 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 للفرنسي اوجيه. وعايز اقول لكم ان هو هنا بيسابق الزمن، يعني بيسابق نفسه الزمن عشان يحقق اكبر وقت ممكن او اقصر وقت ممكن في السبق، والحقيقه بيبقى لطيف جدا الكاميرات والتصوير اللي بيبقى من داخل السيارات، الحقيقه بيبقى فيه لقطات طريفه جدا جدا جدا. الحقيقة ميزة رالي السيارات ده ان بيبقى السواق وجنبه الملاح، فبيبقى زي تيم وورك. طب فايدة الملاح اللي جنبه ايه والنافيجيتور اللي جنبه بيقول له دايما خلي بالك الطريق، لان الحلبة ممكن يتلخبط في وقت من الاوقات يمشي في طريق غلط خلاص خسر، لان جزء من الثانية بيفرق. فالحقيقة بيبقى سبق ممتع جدا لو تابعته من البداية حتى النهاية. هنروح على العدو بقى، سبق المسافات الطويلة، يمكن الكينيين متصدرين المشهد في العالم. طب ليه كينيا؟ لأن كينيا أو نيروبي عاصمة كينيا بترتفع عن سطح البحر 6000 قدم، وزي ما حضراتكم عارفين كل ما نطلع عن سطح البحر كل ما الأكسجين بيقل. إذن الشعب الكيني بالكامل عايش في بيئة لا يوجد فيها أكسجين أصلا، فما بالكم بقى لما يكون عايش في ما فيش أكسجين ليروح سباقات زي دي فيها قمة الأكسجين، فبيبقى خلاص أوريدي الرئة بتاعته يعني بتدي بيرفورمانس وجسمه بيدي بياخد أوفر دوس من الاكسجين. فالحقيقه العدائين الكينيين بيكونوا جامدين جدا. ففي ماراثون فالنسيا في اسبانيا اللي احنا شايفينه ده العدائين الكينيين هيمنوا على السباق بالكامل، سواء رجال سيدات، ما عدا المركز الثالث جه من نصيب لاعبه من ناميبيا، برضو يعني برضو عندهم نقص في الاكسجين في ناميبيا، بس السباقات دي الحقيقه بتبقى ساعتين وثلاثه جري، الحقيقه من السباقات الممتعه جدا جدا. انا عايز اقول لكم حتى في الصوره الاخيره المركز الاول الكينيه مفيش حد وراها في الصوره اصلا، يعني الصوره جايه طب فين العداءه الثانيه اللي داخله في المركز الثاني؟ مش باينه، فرق كبير جدا 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 في الـ في الـ في الـ في المسافه بنتيجه طبعا تفوق العدائين الكينيين. وخليني اقول لكم حاجه طريفه بخصوص كينيا سريعا، احنا لما كنا نروح نلعب في نيروبي كان لازم نلحق نلعب في اول ماتشين ما نوصل هناك، يعني نوصل بالسفر لازم نبقى ظابطين نلعب في اول ماتشين، ليه؟ لان بعد يومين جسمك بيبتدي الاكسجين يقل مش هتقدر تلعب اكتر من 5 دقايق، فكنا نروح نيروبي نلعب تاني يوم الماتش. دي حاجه طريفه يعني على هامش او يعني الاخبار العالميه بمناسبه نيروبي وكينيا. الحقيقه كده اخبارنا العالميه انتهت، هنطلع لفاصل عشان نروح نستقبل ضيفتنا كابتن النادي الاهلي للكره الطائره وكابتن ايضا منتخب مصر نهله سامح، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ارحب بضيفتي الحقيقه لازم تعرفوا ان اخر 10 سنين في النادي الاهلي بطولات الكره الطائره دخلت النادي الاهلي ضيفتنا النهارده ومنتخب مصر ضيفتنا النهارده كانت ضلع اساسي في البطولات دي. برحب بنهله سامح كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات، اهلا بيك يا نهله. اهلا بحضرتك يا كابتن. اظن انا ما كذبتش في اللي قلته. لا تمام. كم بطوله يا نهله؟ 45 بطوله ما شاء الله، يعني و45 بطوله انت ليكي فيها يعني ضلع كبير، يعني مش بس شاركتي فيهم، لا ما شاء الله يعني بطولات افريقيه وعربيه ودوري وكاس. الحمد لله. طب نهله احنا جهزنا
تقرير عنك وعن انجازاتك وعن رحلتك مع الكره الطائره. ايه رايك نشوفه ونرجع لبعض؟ اعزائي المشاهدين جهزنا تقرير لنهله سامح هتعرفكم اكتر مين نهله سامح. شوفوا التقرير ده ونرجع لبعض. قائد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موهبة تتحدث عنها الأرقام والإنجازات ونموذج يحتذى به في التفوق تستحق أعلى درجات التكريم نظير ما قدمته للنادي الأهلي والكرة الطائرة النسائية في مصر وإفريقيا بعد أن مضت على خطى كبار الكرة النسائية في مصر فتفوقت وباتت الألفة بالعديد من البطولات والجوائز الفردية وتستمر رحلة العطاء. نهلة سامح بنت الأهلي القلب النابض لفتيات الذهب قائدة الفريق والمتيمة بعشق القلعة الحمراء والتي ترجمت هذا العشق بمسيرة حافلة من الإنجازات تكتب بماء الذهب منذ أن انضمت لقطاع ناشئات الكرة الطائرة في عام 1998 وسرعان ما فرضت موهبتها على الجميع ليتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي وهي دون 14 من عمرها. عقب تصعيدها للفريق الأول بالأهلي سرعان ما انضمت لصفوف المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة لتحقق المزيد من الإنجازات مع الأهلي ومنتخب مصر ولم تتخلف عن الدفاع عن شعار الفراعنة في كافة المواعيد القارية والدولية. لا نبالغ عندما نصف نهلة سامح بالأسطورة الرياضية بعدما ساهمت مع الأهلي في معانقة المعدن النفيس عشرات المرات ولم يسبقها أحد في بلوغ منصات التتويج بعد أن بلغ إجمالي بطولاتها مع الفريق 45 لقبا ما بين محلي وقاري بواقع 17 لقب لبطولة الدوري ومثلهم لبطولة كأس مصر وستة ألقاب للبطولة الإفريقية للأندية وخمسة ألقاب للبطولة العربية للأندية. حصدت نهلة الكثير من الجوائز الفردية نظراً لتألقها الشديد مع الأهلي ومنتخب مصر من بينها جائزة أفضل لاعبة إفريقية في فئة الشباب وهي الجائزة الأقرب لقلبها كما أنها حصلت على جائزة أفضل لاعبة استقبال في إفريقيا وأفضل ضاربة في إفريقيا وأفضل لاعبة دفاع في إفريقيا. نهلة سامح التي لم يمنعها كونها لاعبة في النادي الأهلي ومنتخب مصر من التفوق الدراسي فتخرجت في كلية الفنون الجميلة لتصبح رياضية بدرجة فنانة إلا أنها فضلت أن تترجم عشقها للفن في محراب صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ورفضت بشكل قاطع أن يشغلها عملها الخاص عن الكرة الطائرة والنادي الأهلي فاستحقت كابتان سيدات الذهب ومنحها القدر أسعد اللحظات عندما تقدمت لمعانقة الكؤوس الإفريقية والألقاب المحلية. بنت الأهلي قائدة فتيات الذهب تنتمي لعائلة أهلاوية جدا لذا لم يكن من الغريب أن يكون مثلها الأعلى شقيقتها الكبرى شريهان سامح قائد الأهلي الأسبق والتي زاملتها في صفوف الفريق قرابة 15 موسما. ولا تتلعثم نهلة وهي تقول بلا تردد شريهان مثلي الأعلى والتي تعلمت منها الكثير خصوصا وأنها كانت تلعب في نفس المركز الذي تشغله نهلة في الوقت الحالي. وتستمر رحلة الإبداع من قائدة سيدات الذهب مع الأهلي بتطلعات وطموحات ورسالة سامية تقدمها للشباب المصري والعربي في النجاح والإبداع والتميز في كافة الميادين كونها نموذج يحتذى في الإبداع والتميز رياضيا وعمليا. أهلا بحضراتكم من جديد. نهلة يمكن يعني ما شاء الله تاريخ طويل ولسه الحاضر كمان ما شاء الله يعني قادرة تأدي كمان وكمان. خلينا نبتدي من البداية. بدايتك كانت ازاي؟ ايه اللي حبابك في الكره الطائره؟ يعني قول لنا يعني طفوله كانت ازاي؟ انا يمكن ابتديت كان شقيقتي طبعا يعني اخويا واختي كانوا بيمارسوا الكره الطائره. والدي ووالدتي هم كمان يعني محبين الرياضه. والدي كان بيمارس كره السله فكان دايما يعني سايبيننا على طول في الملاعب
فلما ابتديت من وانا صغيره طلعت شفت اخويا واختي بيلعبوا كره طايره والحمد لله كانوا مميزين في اللعبه يعني، فابتديت ان انا عايزه ابقى زيهم طبعا طبيعي يعني صغيره، فشايفه اخواتي الكبار بيلعبوا حاجه فحبيت ان انا اجرب امشي في اللعبه والحمد لله يعني ابتديت فيها لما شفتهم بيلعبوها. طيب قولي لي، اكيد اي لاعب او لعيبه في حياته بيبقى فيه مدير فني مش قادر ينساه، بالذات فتره الناشئين او الناشئات. مين المدير الفني في الفتره ده اللي انت ما تنسهوش، اللي حسيت ان كان له دور كبير جدا معاكي وجهك في الطريق الصح؟ هو انا هتكلم، هما بصراحه اتنين هما اللي يمكن صعدوني في وقت ما انا كنت صغيره جدا، كنت في سن صغير. كابتن وقوف عبد القادر في النادي الاهلي، طبعا هو يعني هو اللي اداني الثقه وهو اللي صعدني درجه اولى من وانا عندي 14 سنه، وكمان اداني الفرصه ان انا العب بشكل اساسي بطولات صعبه لدرجه ان الناس استغربوا ان ازاي في السن ده لعيبه تنزل نهائي بطولات افريقيه. فطبعا يعني انا بشكره طبعا من هنا ان هو كان اداني الفرصه دي وان هو خلاني الحمد لله ان انا اتصعد في السن ده واخد الخبرات دي من بدري. وفي المنتخب طبعا كابتن هشام بدراوي برضو نفس الكلام، نفس الكلام طبعا برضو صعدني برضو لدرجه اولى من وانا في 2006 كان عندي 16 سنه ساعتها واداني برضو الفرصه، فبشكرهم طبعا هما الاثنين يعني ادوني الفرصه. أكيد وطبعا في معاك انت مش ناسياهم طبعا، انت طبعا بالذات ان انا كنت لسه في سن صغير، بس طبعا يعني جميع المديرين الفنيين اللي لعبت معاهم كلهم كان كل مدير فني كان ليه دور. بس اقول لك يا شرهان، اقول لك انا اسف يا نهله، شرهان طبعا اختك واحد طبعا انتوا الاثنين واحد. وشرهان بالمناسبه يا جماعه، شرهان سامح اخت نهله عضو اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره الطائره، واللي يمكن بعد قرار الوزاره هيمد لهم كمان غالبا سنه هيديروا الاتحاد. فالحقيقه يعني عيله كلها ما شاء الله ناجحه جدا سواء شرهان او نهله. نهله يمكن مشوار طويل وفي بطولات مرت بكتير، يعني انا كلاعب اكيد في بطوله في دماغي منوره معايا سواء مع المنتخب او مع النادي، وحاسس انها كانت مهمه ليا في يعني في طريقي. ايه البطوله المهمه مع النادي الاهلي وما تنساهاش، ونفس الكلام مع المنتخب؟ مع النادي الاهلي بصراحه في بطولات كتير يعني الحمد لله قدرنا نفوز ببطولات كتير، في منهم بطولات اكيد في حاجه كده يمكن طبعا اقرب حاجه ليا كانت اول بطوله افريقيه ليا افوز بيها يعني كانت في 2009 كانت في لا مش 2009 كمان كان 2007 كانت مقامه هنا في مصر في استاد القاهره. كنت صغيره برضو في السنه دي اول بطوله. كان مين مدير فني تفتكر؟ كابتن وقوف. كابتن وقوف عبد القادر هو زقك في البطوله دي؟ في البطوله يمكن لا انا كابتن وقوف مثلا زقني من 2000 يعني اول بطوله ليا افريقيه انا لقيت نفسي بلعب في النهائي يعني. خبر ابيض. كابتن وقوف على سؤال جامد خلي بالك جدا اللي هو انا يعني هو كان واثق فيا ثقه انا مش واثقه في نفسي يعني ان هو ينزل لعيبه لسه مصعدها عندها 14 سنه في نهائي بطوله افريقيه. ف بس بطوله 2007 دي انت فاكراها كويس تألقت فيها؟ قدرنا نفوز بيها كانت اول بطوله افريقيه يعني. كانت شرهان بتلعب معاكي؟ كانت بتلعب كانت بتلعب معايا. أيوة شرهان قالت لي على البطوله دي. ايوه صح. كنتوا متاخرين باين في النهائي وعوضتوا حاجه زي كده. كنا بنلعب الانابيب الكيني وكانت البطوله في استاد القاهره، وكان ساعتها لسه يعني الانابيب الكيني من الفرق القويه جدا من الفرق القويه جدا في افريقيا فكان يعني من البطولات طبعا المهمه بالنسبه لي. اول بطوله القناه كانت على فكره لسه فاتحه وغطت الماتش ده، يعني عايز اقول لك ان الماتش ده حتى وشه حلو على القناه. أيوة يعني احنا فاكر في الوقت ده كانت بتتغطى في القناه فيعني واضح ان البطوله دي كان ليها يعني تاثير كبير. طب ده لو مع النادي الاهلي، لو رحنا مع المنتخب اكيد فاكره، انا عارف المنتخب المهمه بتبقى صعبه. صعب شويه. دي الصوره يمكن حاطين صوره هنا، لا الناحيه الثانيه باينه. دي صورتك مع شريهان ودي برده صور ثانيه ودي صور ثانيه، لا هنا اوضح. دي في افريقيا بتهيألي؟ دي افريقيا ودي كان في كاس. ودي كابتن طبعا منى عبد الكريم. أيوة وشريهان. ده صور لشريهان اكتر، شريهان اللي على اليمين طبعا والاهلي وانت على الشمال. فطبعا ذكريات كبيره جدا. بس خلينا اقول مع المنتخب برضو اكيد في بطولات منوره معاك، يمكن المنتخب بتبقى الدنيا اقل طبعا لانه مع النادي تبقى الاشتراكات اكتر. ايه البطوله اللي في المنتخب اللي انت فاكراها يا نهله؟ في البطوله العربيه، الالعاب العربيه. البطوله دي كانت 2011 كانت مقامه في قطر. البطوله دي كان يعني ساعتها اي استفتاء بيحصل على البطوله دي كان مصر بره يعني فرقتنا ان هو لا مصر هتخسر البطوله دي وصعب انها تفوز بيها. كان ساعتها هنقابل في النهائي الفريق الجزائري، الفريق الجزائري كان فريق عالي وكان لسه راجع من الاولمبياد، فكان يعني اللي هو اللي الجزائر جايه تكسب وتمشي يعني بسهوله. وكان كل الناس حتى كان في القنوات اللي بتذيع بيعملوا اي استفتاء بنلاقي مثلا 90% منتخب الجزائر هيفوز 10% منتخب مصر هيفوز. ودخلنا الماتش ده اللي هو لا احنا ان شاء الله هنكسب وهناخد البطوله. دخلنا فعلا ساعتها يمكن خسرنا اول شوط، فكله شايف ان الماتش ماشي عادي رايح للجزائر الطبيعي التوقعات الطبيعيه ماشيه.
قدرنا الحمد لله ان احنا نقدر بعد كده ناخد الثلاث اشواط بعد كده ونفوز بالبطوله، ودي كانت مفاجاه 3-1، وكان فريق الجزائر فيه نجوم كتير جدا محترفين يعني محترفين في فرنسا وكانوا كلهم راجعين مع المنتخب فكانت من البطولات برضه مفاجاه. انا نفسي يعني لو ليها فيديوهات كنت هشوفها. طب الصوره دي يمكن شريهان طبعا سامح اختك طبعا ونجمه النادي الاهلي وبتسلمي الكاس، ويمكن الاب والام كمان والاخ صح؟ لا جوز اختي. جوز اختك طيب يعني شايفه الصوره دي يعني قولي لنا الصوره، اتكلمينا عنها. دي كانت نهائي كاس مصر 2018 اعتقد، قدرنا نفوز السنه دي بجميع البطولات، خدنا البطوله الافريقيه والدوري والبطوله العربيه، وده كان اخر ماتش في السيزون، كان نهائي الكاس، كان مقام في استاد القاهره، كنا مقابلين فريق سبورتنج بس، والحمد لله قدرنا نفوز بالكاس. يعني كان السنه دي كان خمس بطولات حتى العربيه خدناها، كنا خدنا البطولات كلها فعلا. بس انا اقول لك على حاجه نهله، يعني انا حتى بشوف دائما ابدا باباكي ومامتك معاكي في كل مكان. الكلام ده صح؟ لا دي حقيقه، هم اللي وصلوني. يمكن انا يعني وانا صغيره يمكن كان في ساعات الواحد ممكن يكسل مش قادر يروح التمرين، لا هم كان لازم يودوني التمرين، كانوا على طول بيوصلوني. يمكن والدي كان ووالدتي طبعا كانوا يجوا ياخدوني من المدرسه عشان الحق التمرين، عندي ماتش يجوا يستاذنوني من المدرسه بدري وياخدوني عشان الحق، فهم دايما بصراحه يعني ليهم الفضل طبعا بعد ربنا الحمد لله ان الواحد وصل له يعني. اكيد ولسه هتشرفيهم كمان وكمان. بس انا عايز اتكلم معاكي كمان في رحله التدريب واستعداداتك ليها، لان انا الحقيقه شايف فيك ان شاء الله ان انت ممكن تبقي مدربه كبيره. ولكن خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نهله سامح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر للكره الطائره سيدات. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل حوارنا مع كابتن نهله سامح كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات وايضا كابتن منتخب مصر. نهله يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان انت ليكي طموحات يعني تدريبيه كبيره وبداتي خطوات فعلا في هذا المجال، كلمين عنها. يعني انا حابه ان انا ما بعدش ان شاء الله بعد كده، لما الواحد اكيد في وقت من الاوقات الواحد هيضطر ان هو يوقف عن ممارسه الكره الطايره يعني، فكنت حابه ان انا افضل على طول قريبه في مجال الرياضه وبالذات طبعا الفولي. فابتديت السنه اللي فاتت كان مقام هنا في مصر مستوى اول دولي تحت طبعا الاتحاد الدولي، فالحمد لله قدرت ان انا ادخل ليفل 1 ده، والحمد لله يعني نجحت فيه ونهيته الحمد لله بان انا كنت يعني رقم واحد اعلى الدرجات في السيدات. ويمكن كان منظمها كان الاتحاد المصري ولا كان الاتحاد الدولي؟ من التنظيم طبعا تحت مظله الاتحاد المصري. طبعا. ولكن اللي كان بيحاضر مصريين ولا اجانب؟ مصريين لكن من الاتحاد الدولي يعني كابتن شريف الشمالي. وخدت اعلى درجات في ما شاء الله الحمد لله. كنت الاولى، طلعت الاولى الحمد لله على السيدات والثالثه على المجموعه كلها. يعني انا وجهه نظري او يعني رؤيتي المتواضعه صح ان انت ان شاء الله هتبقي مدربه كبيره. يا رب ان شاء الله. انت عندك الحلم ده يا نهله؟ اتمنى ان شاء الله يعني اتمنى ان انا ما ابعدش يعني عن الفولي. لا اكيد مش هتبعدي، تبعدي فين ما شاء الله 45 بطوله، ده احنا مش هنخليكي تبعدي، لان هو الحقيقه اكيد خبرات كبيره لما تديها للاعبات، وانت طبعا ما شاء الله لسه عندك كتير. انا ما بتكلمش على التدريب، انا بتكلم على الفيوتشر ان شاء الله او المستقبل البعيد يعني. بس انت ما شاء الله لسه عندك ان انت تقدمي كتير. طب خلينا نروح ل يعني الفتره الجايه، يمكن عندنا مباريات مع النادي الاهلي، عندنا لسه استعدادات، الدوري هيجي بدري عشان الانتخابات اتاجلت، شايفه الفتره الجايه ازاي؟ طبعا يعني احنا بنبتدي من دلوقتي، احنا ابتدينا نستعد بماتشات وديه شويه، ابتدينا لعبنا ماتشين وديين الفتره اللي فاتت جوه النادي يعني من بنلعب ساعات لفرق من الولاد الصغيرين، فطبعا بتكون المنافسه علينا، هم بيضربوا طبعا شبكتهم بتبقى اعلى مننا بكتير، فطبعا بيكونوا عنيف شويه علينا او بيكون ماتش صعب، بنستفاد كتير جدا منهم. لعبنا معاهم ماتش ولعبنا مع فريق الاصغر مننا، وان شاء الله يمكن في خلال اليومين الجايين دول هنلعب فرق من بره يعني من المنافسين في الدوري بس، وان شاء الله يعتبر اخر الشهر ده هنبتدي ان شاء الله منافسات الدوري يعني. طب نهله يمكن لما بتلعبوا ماتش بيبقى بتلعبوا زي، هل بتلعبوا كل القايمه يعني، هل بيبقى زي ماتش رسمي ولا بتجرب يعني كابتن حمدي بيجرب كل اللاعبات، هل بيصعد حد يعني، هل الماتش بيبقى زي ما بيقولوا بيست اوف يعني احسن بيست اوف 5 في العادي ولا ممكن تلعبوا بيست اوف 7؟ لا مفتوح. مفتوح لغايه الوقت طبعا لما بيخلص، وبيحاول طبعا كابتن حمدي انه يشارك كل اللعيبه، بيطمن طبعا على كل اللعيبه واصله لفين واللعيب الجاهز واللي مش جاهز، وفي طبعا معانا لعيبه كتير مصعدين من 16 ومن 18 سنه، فبيحاول ان هو يديهم وقت كتير يعني في الملعب. فيعتبر في الماتشات الودي دي يعتبر الفريق كله بيشارك فيها يعني. طب المحترفه، هل الملف ده شويه حد جه وما كانش برده موفق، ما كانش يعني بالمستوى المطلوب فتم تغييره، شايفه لسه الاخبار ايه؟ هل في حد قريب جاي؟ الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للمحترفه؟
اعتقد ان الفتره الجايه لسه هيجي لنا محترفه جديده اللي كانت معانا لعبت معانا اخر السيزون اللي فات اللي هو كان بتاع كورونا ده دي خلاص مشيت فاحنا منتظرين بقى ان شاء الله المحترفه الجديده يعني. يعني هل بتدوروا يعني قصدي اقول يعني في بحث مع اعتقد كابتن حمدي يعني ماشي في الموضوع ده ان شاء الله ان يدعمنا بمحترفه يعني السيزون ده ان شاء الله. بس بيتهيألي ان اهلا انه بعد ما الدوري تقدم كان يمكن بتدور براحتنا علشان لسه في انتخابات وشهر بعد كده بتهيألي كده الزنقنا في الوقت ولا الدنيا معانا اعتقد ممكن يكون كابتن حمدي يعني عامل حسابه من بدري اعتقد يعني اكيد في الملف اعتقد ده. عامل ان هو لما حس ان ممكن المحترفه ما كانتش هتكمل معانا فاعتقد ان هو مشي في الموضوع بدري يعني. صحيح. طب قولي لي انت احنا كنت قلقتينا من شهر كده وقلنا نهله كورونا لا مش كورونا ايه اللي حصل معاكي؟ طبعا دلوقتي اي حد بيجي له دور برد بيقلق طبعا مع ان زمان يعني كان في بدايه الشتاء كان عادي البرد ده عادي جدا وبننزل وبنلعب وكل حاجه بس طبعا الواحد ابتدى يقلق دلوقتي طبعًا. من الكورونا منتشره جدا فحسيت طبعا باعراض كحه كتير وكان عندي تكسير في العظم ومش قادر همدان فطبعا اتصلت بكابتن حمدي كابتن حمدي انا مش عارف انا عندي ايه يعني فطبعا نصحني قال لي لا خليكي مكانك طبعا كابتن حمدي اكيد بالزبط. طبعا بيتبع الاجراءات لغايه بقى لما اطمنت عملت التحاليل وكل حاجه والحمد لله طلعت سليمه يعني ورجعت للتمرين على طول والحمد لله المسحه كانت يعني اقصد اقول المسحه لما كانت نيجاتيف يعني خدت وقتك حتى في الاستقبال لان احنا كنا بنحاول نتصل بيك كتير ونحاول نجيبك بس كنا قلقانين عليك طبعا سلامتك هي الاساس بس بعد كده نزلت التمرين بقى يعني بعد انتهاء الدور مثلا خدت وقت لما انا ابتديت حسيت ان انا الحمد لله صحتي كويسه نزلت التمرين مجرد يعني. لا اقل كان في خلال اسبوع لما اطمنت ان التحاليل تمام وان انا صحتي تمام قد ان انا ارجع تاني التمرين نزلت التمرين على طول. طب نهلا قولي لي مثلا يومي كان عارف طبعا انت خريجه فنون جميله ما شاء الله يعني انت يعني كليه من الكليات يعني اللي عايز احس يعني مرهف كبير. طب قولي لي يعني يومك بتقضي ازاي؟ هل انت مثلا بتتمرني لو ما فيش تمرين الصبح مع الفرقه تمرني لوحدك؟ هل لو في تمرين بالليل وتمرين الصبح لا بتفضلي ما تتمرنيش الصبح؟ يعني يومك بتقضي ازاي؟ في طبعا ممكن بيكون بس يعني بنزل ممكن قبل التمرين بشويه اللي هو اروح النادي ممكن اجهز قبلها بشويه احاول ادخل الجيم اعمل التقويات المطلوبه قبل ما ابتدي يعني التدريب. بس وبدخل في التدريب طبعا في ايام كتير جدا بيكون اللي هو ما فيش وقت ان الحد يعمل حاجه بيكون انا عايز انام بس اللي هو احنا بالظبط يومنا بيبقى ماشي اللي هو بنصحى مثلا 7 الصبح تمرين بنرجع يا دوبك نحاول نريح جسمنا شويه عشان نقدر نكمل صحيح. اليوم للتمرين اللي هي بتاعت بالليل فبيكون يومنا كله ماشي الروتين كده ماشي تمرين صبح راحه تمرين بالليل فما بيكونش يمكن عندنا وقت خاصه الحمد لله مفيش هزار مفيش خالص مفيش هزار. طب خليني برضو يعني اسالك سؤال اكيد كل لعيب في دماغه ماتش ما بينساهوش. انا هكلمك عن ماتش تونس اللي انتوا يعني كنتوا فيه في تونس وما توفقناش برغم ان كل التوقعات ان احنا هناخد البطوله فعلا. انا بس البطوله دي ليه عايز اتكلم عليها اللي انتوا وعدتونا فيها وانت بالذات وعدتينا فيها وعد خلينا يعني نفتكر الوعد ده مع بعض بس خلينا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم عن بطوله تونس الحقيقه البطوله دي كان ليها ذكرى معينه النادي الاهلي ما توفقش بيها بس انها فاكره الذكرى كويسه ولكن خلينا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن نهله سامح كابتن منتخب مصر النادي الاهلي لكره الطائره. سيدات كابتن نهله يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بطوله تونس بطوله اللي خسرنا فيها من قبل النهائي من نادي الشمس. كلمينا عن البطوله دي لان البطوله دي كان لها ظروف معينه وكان في وعد انتوا وعدتوني الناس في البطوله دي. طبعا هي بالنسبه لي ذكرى صعبه شويه يعني هي كانت البطوله دي احنا كنا ابتديناها بقوه جدا كنا مقابلين فرق قويه منها السجون الكيني وقابلنا يعني طول ما احنا ماشيين في طريقنا كان في فرق قويه جدا واحنا كنا متفائلين ان البطوله دي نقدر نفوز بيها بالذات ان احنا كنا قبليها بسنه قدرنا نفوز بالبطوله الافريقيه في تونس برضه فكنا متفائلين شويه ان احنا هنلعب في تونس ونقدر نفوز بيها صحيح. تاني كان حتى ساعتها البطوله اللي قبلها كنا فزنا بالنهائي على فريق تونسي قرطاج وكان طبعا بصعوبه فكنا طبعا فكنا رايحين يعني على امل ومتفائلين كتير جدا ان احنا نقدر نفوز يعني بس للاسف لما وصلنا قبل النهائي كان مع فريق الشمس المصري يمكن احنا يعني من الثقه زياده على قد ما احنا كنا يعني في الفولي المفاجآت بتكون قليله شويه. كنتوا عاملين ايه مع الشمس في الدوري؟ كنا فايزين عليه 3-0 وماتش كمان. يعني كان 3-0 وكان مستوى يعني كان في فرق كنا مقدمين بشكل كنا مقدمين بشكل كويس جدا يعني اللي هو الماتش ما يطلعش كده ابدا فلما دخلنا قبل النهائي للاسف كان في عدم توفيق شويه معانا
فخسرنا 3-2 يعني، مع اننا كنا تقدمنا 2-1، كنا متاخرين 1-0 وتقدمنا 2-1، بس للاسف يعني كان في عدم توفيق شويه اليوم ده، كان داي اوف يعتبر للفريق كله يعني، للاسف صدفه ان هو كان في السيمي فاينل وبتحصل يعني طبعا. بس خليني اقول لك النادي الشمس كمان كان ولاد الاهلي، كابتن نور عطيه مدير فني، وكان تقريبا يسرى، يوسف كان بيلعب هناك فعلا، رجعت من الاعتزال ولعبت هناك صح. ايوه صح، وفعلا وادت بطوله قويه جدا يوسف ساعتها. بس للاسف طبعا خسرنا 3-2، فيمكن دي كانت صدمه لينا جدا، بالذات ان احنا خرجنا من فريق مصري طبعا ليه كل الاحترام، بس ان احنا الحمد لله كنا قدين متفوقين عليه عامه في الدوري طول عمرنا، فان احنا نخسر منه في البطوله الافريقيه المحببه لينا يعني، ان احنا نفوز بيها طبعا من اكتر البطولات اللي احنا بنسعد بيها لما بنفوز بيها يعني، فدي طبعا كانت صدمه لينا يعني كلنا. اكيد اكيد. طب قولي لي، كان في وعد كابتن حمدي الصافي وقتها وعدنا، وانت كمان ككابتن فريق وعدتهولنا، قولي للساده المشاهدين على الوعد ونفذتوه ازاي؟ احنا يمكن تاني يوم بعد الماتش ده احنا قلنا لا احنا مش هنحس الاحساس ده تاني، احنا ان شاء الله البطوله يعني، احنا من تاني يوم من قبل ما البطوله تخلص احنا مستنيين البطوله الجديده تيجي يعني، البطوله الافريقيه تتلعب تاني. حتى ساعتها احنا جينا مع حضرتك وقلنا ان احنا بنوعد الجمهور كله والنادي والمجلس الاداره ان احنا نعوض البطوله دي. الحمد لله ساعتها في 2018 احنا فزنا بجميع البطولات اللي شاركنا فيها، وبالبطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وفزنا بيها بشكل كويس جدا. حتى البطوله كانت مقامه عندنا في المقامه عندنا وكانت اصعب. صح، البطوله فعلا كانت اصعب من البطوله اللي احنا خسرناها، وقابلنا فرق قويه جدا، قابلنا الانابيب الكيني في السيمي فاينل طبعا يعني، مش هقدر اتكلم على الانابيب الكيني، هم معروفين جدا. طبعا معروفين جدا، قوه جسمانيه غير طبيعيه. قدرنا نفوز عليهم في السيمي فاينل 3-1، وقابلنا فريق كارتاج اللي كان ساعتها بطل نسخة 2017، كان فاز على الشمس، وكان جايب محترفين كمان كويسين بالظبط، كان جايب محترفين، وكان يعني جايب حتى لعيبة كتير من الدوري التونسي اللي هم يعتبر اللعيبة الأقوياء اللي هم بيشاركوا مع المنتخب التونسي. فبطولة كانت صعبة، بس قدرنا ان احنا نخلصها بشكل كويس جدا، قدرنا نفوز بالنهائي 3-0 بشكل كويس جدا في وسط النادي الأهلي، فالحمد لله قدرنا نعوض الهزيمه دي الحمد لله بفوز. انا عايز اقول لك الاجمل من البطوله اللي انتوا وفيتوا بعدكم يعني، هو ده الكيمياء اللي ما بينكم وما بين جمهور الاهلي يعني، يمكن انتوا من الفرق اللي بتتابع بشكل كبير قوي من جمهور النادي الاهلي، واللي انتوا بتعملوه ده توعدتوا الجمهور وحققتوا المكسب، ويمكن السنه دي خدتوا 5 بطولات زي ما قلت يمكن، وحتى احنا خدنا كؤوس كتير على المستوى الفردي صح البطوله دي. فعلا ساعتها كان فايده العسكري يعني خدت احسن ارسال، وكان الشامي احسن لعيبه، وكان مايا مصطفى احسن ليبو. فسيطرنا الحمد لله على الالقاب. الحمد لله البطوله دي كانت منوره جدا وكانت حلوه جدا، وكانت على ملعب النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل. ويمكن خلينا برضو نقول ان دي كانت بطوله صعبه، وكانت ظروف انتوا طبعا استثنائيه، بس عايز اعرف الكواليس اكتر. انتوا كنتوا بعد البطوله يمكن قعدت تقولي احنا كنا متضايقين وزعلانين ومتضايقين اكتر، وكنا بنعيط جامد يعني، برضو اللحظات دي بحب يعني نشاركها مع جمهورنا برضو. طبعا احنا كان بالنسبه لنا ان احنا كان بقالنا سنتين بنفوز بكل البطولات، كنا 2015 و2016 فايزين بكل البطولات اللي احنا دخلناها، دوري وكاس وبطولتين افريقيا، كان بعد غياب شويه كان اخر بطوله حصلنا عليها كانت 2009. ابتدينا من 2015 ان احنا رجعنا تاني في البطوله الافريقيه بنفوز بيها صحيح، وبنوصل نهائي والكلام ده يعني، حصلنا عليها في 2015 كانت مقامه هنا في 6 اكتوبر، قدرنا نفوز بيها، كان النهائي مع الانابيب الكيني، وقدرنا نفوز بيها تاني في تونس اللي هي كانت صعبه في 2016 3-2، كان ماتش صعب جدا. احنا واخدين 9 افريقيا صح؟ 10 صح احنا صح. ان شاء الله. طب ده فال كويس للكوره على فكره، 10 الحمد لله ان شاء الله ال 10 جايه. احنا بعد كده بنحب الكوره تاخد بطوله، نبعتكم تاخدوا لافريقيا، يبقى احنا يبقى ان شاء الله الكوره تاخد 10 ما شاء الله. انت واخده كام؟ 10. انا اخدت 6. سامعين يا جماعه؟ انا بس عايز ما شاء الله يعني، انا بقول لكم ان نهله او كابتن نهله سامح الحقيقه يعني حاجه سوبر يعني، لما نتكلم على 10 بطولات افريقيا كابتن نهله اللي قاعده قدامنا 6 بطولات افريقيا. طب كام بطوله عربيه يعني واخدينها؟ احنا انا مش عارفه بالظبط العدد كام، انا واخده 5، انا خدت 5 بطولات افريقيا. لا 5 انت واخداها. انا ليا 5 و17 دوري و17 دوري و17 كاس. ده يعني انا عايز اقول لك انه يعني ما شاء الله يعني حاجه اكيد خبرات كبيره جدا، ولازم امانه ان انت تنقلي العلم والخبرات دي للاجيال اللي جايه، لازم حتى اللي بيطلعوا. وانا بعرف ان اللاعبات الصغيرين بيقولوا الكلام ده عنك يعني، انت بتدي لهم الخبرات ما بتخليش عليهم بحاجه. انا بحاول طبعا يعني، احنا معانا لعيبه كتير صغيرين، فانا بحاول انقل لهم اللي انا اتعلمته من اللعيبه الاكبر مني، اللي انا لما كنت طلعت وانا صغيره ابتديت ان انا اتعلم منهم كل الحاجات دي. طبعا لعبت مع كابتن تهاني توسون، لعبت مع كابتن يوسف عبد الكريم، منى عدلي، ساره طلعت، شريهان سامح،
طبعا انا اتعلمت من كل واحده حاجه، فابتديت ان انا عايزه ان انا بعد كده نكمل يعني زي ما انا اتعلمت منهم اللي بعدي ان شاء الله يتعلموا من الجيل الحالي ده، يتعلموا مننا ونكمل على زكاة العلم تعليم. وانت بتعملي كده واكيد ان شاء الله ده احنا ما فيش شك انت من بنت النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي. كابتن نهله الوقت عدى بسرعه الحقيقه، انا كنت مستمتع جدا باللقاء ده. انا سعيده جدا ونورتينا وشرفتينا طبعا في قناه النادي الاهلي. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع كابتن نهله سامح، كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات، وايضا منتخب مصر تاريخ كبير جدا جدا، بطله على حق، بطله من ذهب الحقيقه نهله، قلما نلاقي حد حقق البطولات دي. انا بشكرها جدا واتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم، واستنونا ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله يوم الاحد القادم. يمكن الاحد مش هنطلع، انا اسف الحد مش هنطلع، بيلحقوني في الاعداد طبعا، انا اسف لان طبعا اولى مباراه كره القدم. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا الاربعاء القادم في حلقه جديده من الابطال. شكرا جزيلا.